أعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة ياتنغا شمال جمهورية بوركينا فاسو وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات. وشددت الوزارة في بيان لها على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي لمضاعفة جهوده لتخليص العالم والبشرية من هذه الآفة الخطيرة، متقدمة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب بوركينا فاسو وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.